مساكم الله بكل خير حبايبي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج هروج ليست. حلقتنا هذا الأسبوع ستكون عن طرق لاستغلال شخصية براي وايت الجديدة. ومع موسم الانتقالات في WWE هذا العام شهدنا عودة النجم براي وايت من جديد لعروض WWE وبعد غياب طويل، لكن عاد بشخصية مختلفة عن شخصية التي اشتهر بها. لذلك سنحاول نعطي رأينا في ما هي أفضل الطرق لاستغلال هذا التجديد لشخصية براي وايت. معكم أنا وهلان وبسم الله نبدأ. على بروموهات براي وايت أن تستمر بالظهور في عروض WWE القادمة، حيث شهدنا في البروموهات السابقة تصاعد في رتم الإثارة والتشويق. لذلك كلما زادت هذه البروموهات زاد معها الترقب، وعليه يجب أن تكون لحظة ظهور براي وايت على الحلبة هي لحظة حاسمة ومهمة، كأن يتسبب في فوز أو خسارة أحد المتنافسين في عرض ماني ذا باك. بعد عودة براي وايت وبشخصيته الجديدة يجب أن يتدرج في دخول دوائر المنافسة، بحيث يكون منافس قوي على أحد ألقاب الميد كارد كلقب القارات أو لقب الولايات المتحدة، وألا يتم الزج به سريعا في دائرة منافسات الألقاب الكبرى. دخول براي وايت بعداوة مع لقب ميد كارد قد يعني استكمال إحدى عداوات التي توقفت للأسف لدواعي إصابة براي وايت، وهي عداوته مع حامل لقب القارات الحالي فين بالر. فعودة هذه العداوة ستعطي فين بالر فرصة أخرى لإظهار أفضل ما لديه، حيث سيقابل منافس عنيد بشخصية مستفزة لشخصية ذا ديمون. من أفضل وأبرز ما قدمه براي وايت هو قيادته لعصابة ما، وقد كانت أفضل مراحل مسيرة عندما كان قائدا لعائلة وايت، تحديدا إبان عودة الدرافت بعام 2016. ومع توفر عدد من النجوم الذين ينتظرون أخذ الفرص المتاحة، سيكون خيار تواجدهم بعصابة بزعامة براي وايت أفضل حل، مثل لوك هاربر، كاليندين، إريك يونغ ونيكي كروس. من الأدوار التي لا طالما ترقبها الجمهور لبراي وايت هو دور بطل المكروه الممثل المدرى، ونعني هنا أن يكون متحالفا مع عائلة المكمانز. فقد يكون ما كان ينقص براي وايت السنتين الماضية هو هذا الدور، تحديدا مع دخول عائلة المكمانز بعداوة مع رومان رينز والذي يجمعه التاريخ حافل بالندية مع براي وايت، وإعادة إحياء هذه العداوة مع شخصية براي وايت الجديدة وبتحالف مع المكمانز سيخلق قصة مثيرة ورائعة جديدة ستنعكس بشكل إيجابي على الجميع.
وإلى هنا نصل لختام حلقتنا هذا الأسبوع. تنسوا تعملوا لايك والسبسكرايب والشير، وأيضا لا تنسوا مشاهدة برامجنا على قناتنا باليوتيوب والاستماع لبرامجنا على قناتنا بالساوند كلاود والآيتون. شاركونا آرائكم تحت في التعليقات عن طرق أخرى ترون أن تستحق أن تكون ضمن هذه القائمة. كان معكم وهلان، ألقاكم بإذن الله الأسبوع القادم، ودمتم بود.